الميدانية بحسب ما هو متوفر لديك؟ يعني منذ الصباح الباكر بدأت الحملة العسكرية على مختلف مدن سورية، خاصة يعني محافظة درعا، وهي غالبا محافظة درعا ما تشهد هجوم وحشي كل يوم سبت. يعني تعودوا على هذا الأمر بسبب المظاهرات، والآن بدأت حملات الاعتقالات وحملات الدهم، وحتى اللحظة أكثر من 12 شهيد في مناطق مختلفة من سوريا، بينهم 6 في محافظة إدلب لوحدها، وأيضا الهجمة تتركز على مدينة حمص. أنا أحب أستاذ صهيب أن أشير فقط إلى يعني خبر هو مهم جدا، يعني أن هناك الحائط أو الجدار الذي يبنى حول حي باب عمر، هذا يعني يجب أن يتم تسليط جدار الفصل العنصري. الآن يبنى جدار كبير جدا، رافعات تعمل ليل نهار، تضع أعمدة، يعني أيضا يعني يشبه جدار فلسطين المحتلة، وهناك عناصر تساند قوات الجيش في بناء هذا الجدار في هدف ربما لتحويل بابا عمر إلى معتقل كبير جدا جدا. الخبر الآخر يعني قبل أن نبدأ بالخبر الميداني هو الإفراج عن الدكتور جهاد إسماعيل الكفري، الذي يعني تكلمنا عن اعتقاله في نشرات سابقة على قناتكم العزيزة على قلوبنا. الدكتور جهاد اعتقل من محافظة دمشق بمعياته بحجر بشارع 30 بالحجر الأسود. هو من أشهر أطباء سوريا، وهو ابن محافظة درعا. طبعا هو حائز على براءة اختراع، هو من أمهر أطباء العصبية في سوريا، معروف على مستوى الوطن كافة. طلبة الشبيحة فداء وحصلوا عليه بهدف الإفراج عنه، قيمته 7 ملايين ليرة سورية، وأفرج عنه البارحة بعد منتصف الليل. يعني محافظة درعا أيضا الآن هناك تتم عمليات نهب وسرقة عشرات من السيارات في بلدة الغارية الشرقية، تم حرق عديد من المنازل، أيضا اعتقال أعداد كبيرة من أبناء البلدة، وفي أم ولد هناك حصار خانق أيضا في نتكلم عن محافظة درعا. أما في إدلب فدخلوا على بيت قاشوش إدلب، وهو المشهور كفر روما، في بلدة كفر روما زهير محمد خير الدرويش، اقتحموا منزله وأطلقوا الرصاص عليه وأعدموا. نعم، من دمشق علي حسن الناطق باسم شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.